بشكرك يا حاج وحيد. يا استاذ سامح انا اكتر كلمتك من كذا مره، وانا بخاطب من سعادتك ومعاليك وفخامه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. عندنا كوبري اسمه الرشاح، وده قابل للسقوط، ومحافظ الجيزه مش راض ينزل على ارض الواقع. الكوبري ده بقريه جرزه اسمه كوبري الرشاح، ماسك كذا محافظه، ماسك مصانع الصناعه بتاع الطوب بقريه جرزه، وماسك طريق الفيوم، طريق الهرم طريق الهرم السياحي، ماسك طريق هرم ميدوم بني سويف. يا استاذ سامح انا ارجوك، ومتبرعين عندنا بقطعه ارض واحد الله يبارك له من جرزه، متبرع بقطعه ارض للوحده المحليه بالقطوري يتعمل عليها صرف صحي. نرجو من محافظ الجيزه الجديد محمد كمال الدال ينزل على ارض الواقع في قريه جرزه ويدي اعتماد للصرف الصحي باشغاله بعد الجزيره بكت الشيح. يعني هم شغالين جرينا في البلد في الجزيره بكت الشيح يا استاذ سامحي، ونعمل واحنا عندنا واحد يتبرع من اهل الخير بحته ارض للوحده المحليه بالقطوري يتنشئ عليها المواتير للصرف الصحي للرفع غرب. نخاطب السيد فخامه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وعندنا ارض في الصحراء، نرجو من محافظ الجيزه يستجاب ويعمل مصنع كمامه اللي هو الورق قدامه، والورق قدامه يا ريت يعتمدوا ويوافق بمصنع كمامه في الصحراء بجوار مصانع الطوب بتدوير الكمامه في قريه جرزه. يا استاذ سامع عندنا خطا كتيره، عندنا مركز العياق كله اخطاء، يا ريتك تجيب الكاميرا وتيجي تصور. رئيس مجلس المدينه مش مهتم بمركز العياط، الطرق عاوزه تستفلت يا استاذ سامح، الطرق متكسره، مركز العياط ده معدوم بقريه جرزه بكل الكرة اللي جاريها يا استاذ سامح. يعني نامل سعادتك ان صوتنا يوصل لفخامه السيد عبد الفتاح السيسي لكل المشاريع دي تتعمل، وناس تنظر لنا نظره بس. مركز العياط ده معدوم، محدش بينظر لنا. كل كلامك ده سليم، ويا ريت يعني احنا كلنا بنطالب بالتنميه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع تنفيذ المشروعات، لكن احنا مش هنشتغل؟ مفيش مسؤول موجود او يعني وحده محليه او مهندس مسؤول عن طريق، احنا كلنا مش هنشتغل؟ احنا كلنا بننتظر مشاريع قوميه وبننتظر توجيهات رئاسيه وبننتظر متابعه. يعني ليه يعني ايه السبب في التوقف عن تنفيذ مهامنا في كل وظيفه؟ ليه التوقف عن الابتكار والعمل بالامكانيات اللي موجوده؟ الامكانيات اللي موجوده ما هياش قليله. يعني كل وحده محليه عندها امكانياتها وعندها مواردها، وتقدر ان هي فعلا يعني تقوم بنوع من الصيانه بتنفيذ خدمات للاهالي اللي موجودين اللي بيستغيثوا، اللي كل مواطن في مصر دلوقتي بنشوفه بيستغيث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن احنا كلنا مش هنشتغل؟ يا استاذ سامح. ايوه يا حاج وحيد. يعني سعادتك نامل سعادتك انه عندنا رئيس 100 100، يا ريت كل المسؤولين يتعلموا منه، ينزل على ارض الواقع، يكون ناس نشيطه. عندنا بتاع الوحده المحليه ده موجود وليس موجود، يعني مش موجود. رئيس مجلس المدينه جه اول ما جه مده 20 يوم كان نشيط، بتوع الوحدات المحليات علموه. ما انا هقول لك على حاجه يا حاج وحيد، مش حكايه علموه، حكايه ان الراجل لما بيجي وعايز يشتغل، وانت بتقول كان جاي نشيط، الادوات اللي في ايديه، المعاونين، المساعدين، الموظفين اللي موجودين، محدش عايز يشتغل، هيعمل ايه؟ يا استاذ يعني انت حط نفسك مكانه يا حاج وحيد، انت رحت وبقيت مسؤول ومسكت منصبه، وكل الناس اللي معاك مش عايزه تشتغل، هتقدر تشتغل؟ هتقدر تنفذ؟ احنا متعلمين من السيد رئيس الجمهوريه فخامه عبد الفتاح السيسي، اللي يشتغل على عيننا وراسنا، اللي ما يشتغلش يروح يقعد في بيته. عندنا بطالة كتير، عندنا ناس مؤهلات عليا، اللي يشتغل على عيننا وراسنا الدولة مرحب بيه، ما يشتغلش يروح يقعد، ده ما ينفعش يمسك حاجة، ده بيعلم الفساد أكتر، بيعلم الدنيا بايظة إزاي أكتر يا أستاذ سامح. لما نعمل فيه طرق بايظة ممكن تسبب حوادث، نعمل كوبري عمال أخاطبك أكتر ليا من 6 شهور، اسم كوبري الرشاح بقرية جرزة قابل للسقوط وبيمشي عليه نقل محمل 80 طن. بنعمل انه في طريق جاي للعمايل بين المصانع، الطريق ده لازم يكون فيه طالع ونازل، هي فيه فرده واحده. محافظ الجيزه ما بينزلش مركز العياط خالص، بيبص للجيزه والهرم والصف والهرم، وبيبص لفيصل والمنيب، ما ببصش للعياط، العياط معدوم. ونعمل يعني معدوم لي اكثر من 40 سنه، وكان في ايامهم اعضاء مجلس الشعب ايام الحزب الوطني بتوع ناس بتوع محسوبيات، مش بتوع ناس مصالح الناس يا استاذ سامحي.
انا اعمل ان انا انت بتقولي لو انت مكانهم، انا لو كنت مكانهم انا عامل جمعيه خيريه بتواصل للراجل الغلبان وبفضل اتالم لما بلقى واحد محتاج حاجه. انا لو مكانه مش هنام الليل والنهار، لازم انفذ كل حاجه واشوف الشغال مش شغال. احنا هنفضل كده طول حياتنا كده؟ كل الدول المتقدمه يخلى عن الدول بتاعتنا اسمها المتاخره. وشكرا يا استاذ سامح. والله يا حاج وحيد انت قلت الخلاصه كلها، ولما نيجي نتكلم على القوانين وسن القوانين ونقول قانون الخدمه المدنيه الناس كلها تعترض، مفروض اللي مش هيشتغل يتحاسب. الحاج وحيد الراجل الفلاح المصري بيقول احنا عندنا شباب كتير وعندنا خريجين مش لاقيين شغل، والناس